سور الأزبكية أعرق منافذ بيع الكتب النادرة والقديمة، ليس فقط في مصر لكن في الوطن العربي. يقيم لزواره مهرجان تخفيضات وفعاليات ثقافية خاصة على مدار شهر كامل. نجاح المهرجان في خلال الثلاث أيام دول والإقبال كبير يعني، وبقصة الترويج جه عن طريق الصفحة الرئيسية لسور الأزبكية، وفي إقبال يعني كويس، يعني يعتبر نجاح يعني. ويأتي مهرجان الأزبكية بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته في 23 من يناير الجاري، والذي يغيب عنه جناح سور الأزبكية للمرة الأولى على خلفية أزمة وعدت وزارة الثقافة بحلها العام القادم. كل واحد عنده كمية كتب كتير بيجهزها من السنة للسنة، فأنا هوديها فين؟ فأنا قلت بدل ما أدفع في فرض المعارض ده الإيجار اللي هو مثلا 15,000 جنيه 16,000 جنيه، فأنا أوفر ده كله للقارئ وأرخصه في الكتاب وفي نفس الوقت ده مكاني. وقد جذب المهرجان الزوار خاصة الشباب الباحثين عن كتاب عالي القيمة الفكرية وفي متناول اليد. كفكرة وكتوقيت هو حلو جدا بالنسبة لأجازة نص السنة، زائد إن هو يوازي برضه معرض كتاب وفي نفس ذات الوقت قبليه برضه بشوية، بحيث إن هو يعني ما ياكلش جو منه، بس كفكرة حلو جدا. هنا أقرب طبعا إن المكان، وطبعا الكتب هنا متوفرة أكيد برضو، لأن دايما الكتب اللي على طول بتبقى نادرة بتبقى دايما في سور الأزبكية من زمان، معروف الكلام ده، فأه دايما بلاقي حاجتي هنا موجودة. وتعد هذه التجربة الثانية لمهرجان الأزبكية للكتاب، حيث أقيمت الدورة الأولى على خلفية توقف معرض القاهرة للكتاب عام 2011. انخفاض أسعار المعروضات في مهرجان السور الأزبكية فضلا عن إقامته في توقيت إجازة نصف العام أسباب تفسر إقبال القراء عليه منذ يومه الأول، ودعت القائمين على المهرجان إلى التفكير في تكراره كحدث ثقافي يناسب جميع الطبقات والأعمار. هبة الحسيني، قناة الغد، القاهرة.